أعلن إقليم كردستان العراق عن وجود مافيا دولية تعمل على دفع العراقيين للهجرة إلى بلدان أوروبية. مسؤول العلاقات الخارجية في الإقليم دعا الحكومة الاتحادية إلى التحرك لحسم مصير اللاجئين العراقيين العالقين على الحدود بين بيلاروسيا وليتوانيا قبل حلول فصل الشتاء. طلب أيضا من الحكومة الليتوانية تقديم المساعدات والتسهيلات اللازمة إلى اللاجئين العراقيين في تلك البلاد لحين حسم مصيرهم. للمزيد من التفاصيل تنضم إلينا الآن من بغداد مراسلة الشرق منة الله ظاهر. أهلا بك منا معنا في ألوان الشرق اليوم. منا، قضية عبور اللاجئين العراقيين غير الشرعيين لليتوانيا عبر بيلاروسيا وضعت ضغطا على العراق بضرورة ضبط تدفق مواطنيه. بحسب حكومة كردستان هنالك شبكات مافيا تتاجر بالبشر تغرر أيضا بالسكان للهجرة في العراق. ما الخطوات التي اتخذتها الحكومتان سواء في كردستان أو الاتحادية للتحرك ووقف ما يحدث خاصة تجاه هذه المافيات؟ مساء الخير هديل. يعني في البداية لم تضف حكومة إقليم كردستان شيئا جديدا على هذا الملف الذي تفاقم كثيرا والذي استدعى يعني زيارة إلى بغداد من قبل وزير الخارجية الليتواني ولقائه بنظيره وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في الشهر الماضي لمناقشة هذا الملف الذي بدأ يتفاقم في ليتوانيا. أيضا هنالك إجراءات حكومية عراقية عدة اتخذتها الحكومة العراقية متمثلة بوزارة الخارجية العراقية وكذلك وزارة النقل العراقية من خلال إجلائها للعراقيين العالقين الراغبين بالعودة إلى أراضي العراق وأعادتهم على متن ثلاث رحلات إجلاء للمواطنين العراقيين العالقين هنالك على عبر الخطوط الجوية العراقية. ويعني بحسب المصادر الحكومية العراقية المتوفرة لدي إن عدد العراقيين الذين تم إجلاؤهم من ليتوانيا إلى بغداد يصل إلى ما يقارب 1000 مواطن عراقي. من كان هنالك أيضا تحرك في بدايات الشهر الحالي بوقف الخطوط الجوية العراقية إلى بيلاروسيا لمدة أسبوع لضبط عملية تدفق المواطنين العراقيين، وذلك يعني كان إجراء من قبل الحكومة، ولكن هل هنالك نية بحسب ما تتابعين منا بإجراءات أكثر صرامة أو تدقيقات أمنية معينة حول من يتقدم للسفر خاصة من فئة الشباب لهذه الدول؟ هديل، يعني قبل الدخول بهذه المداخلة المباشرة أجريت اتصالات موسعة مع الكثير من المصادر الحكومية العراقية المتابعة لهذا الشأن، وقالوا إن الخطوط الجوية العراقية أوقفت رحلاتها إلى بيلاروسيا بشكل مؤقت، يعني عبرت مدة الأسبوع والخطوط متوقفة. يضاف إلى ذلك أن إجراءات التدقيق ومنع فئة الشباب من السفر لم تطبق، يعني مكاتب الحجز السياحية وكذلك الخطوط الجوية العراقية تحمل على متنها الآلاف من الشباب العراقيين المسافرين إلى واجهات مختلفة. ماذا حول مصير اللاجئين العراقيين العالقين على الحدود بين بيلاروسيا وليتوانيا؟ الدعوات بضرورة أيضا حسم هذا الملف قبل حلول فصل الشتاء المقبل. هل هنالك ترتيبات معينة من قبل الحكومة ستعلن عنها أو بصدد الإعلان عنها لهذا الملف؟ يعني قبل أسبوع من اليوم كان هنالك اتصال ما بين رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح ونظيره رئيس الجمهورية الليتواني للحديث حول هذا الموضوع واحتواء أزمة العراقيين المتواجدين على الحدود الليتوانية البيلاروسية. وكذلك كان هنالك موقف يعني يحسب لرئيس الجمهورية العراقي بفتح يعني كذلك تحقيقا بشأن هذا الموضوع الذي اعتبره أنه يمس حقوق الإنسان وكذلك سيادة العراق، وإضافة إلى عدم التواصل مع شبكات الإتجار بالبشر من خلال الشباب العراقيين الذين وقعوا ضحية هذه الشبكات. يعني الكثير من يعني القانونيين والمنظمات المجتمع المدني عندما نتحدث إليهم ونسألهم عن تفاقم هذه الأزمة ولماذا، يكون الجواب وبسبب الأوضاع التي يعيشها العراق وكذلك الشباب الذين لم يحصلوا على فرص عمل. أكثر الشباب الذين عادوا إلى العراق تحدثت معهم من الذين كانوا في ليتوانيا على الحدود الليتوانية البيلاروسية هم من حملة الشهادات العليا وكذلك من الذين لم يحصلوا على فرص عمل في العراق مما دفعهم يعني للذهاب إلى شبكات الإتجار بالبشر لمغادرة البلاد والحصول على جنسية أجنبية يعني وكذلك إقامة في بلد يوفر لهم فرص عمل. أشكرك على كل هذه المعلومات، كنت معنا من بغداد مراسلة الشرق منة الله ظاهر، شكرا جزيلا لك.